السلام عليكم شيخ طلعت معنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ، عندي سؤال بعد إذنك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا، عندي سؤال بعد إذنك. تفضل. عندنا يعني شخص اسمه هنا في بريطانيا يسمى أبو تيمية، وهو من طلاب الحجوري، ويدعي أنه سلفي، ولكن يعني يجالس أهل البدع كالكملي المروكي وبعض الديوبندية، فيعني وبعض الديوبندية، وحتى يعني نصحناه وتكلمنا معه، ويعني يقول لا انظروا يعني الشيخ صالح هذا الشيخ يجالس أهل يعني يجلس مع أهل البدع له صورة، وانظر في المفتي، فما قولكم في هذا الشخص بارك الله فيك؟ لا، هذا لابد أن ينبه ويحذر وينصحه، ثم بعد ذلك يؤجر لو أصر على ما هو عليه. سبحان الله، يعني نحن يعني عندنا تقريبا سنتين ونحن ننصحه فيه ولا يسمع، الله المستعان. ولا يستجيب. لا يستجيب، يعني حتى ننصحه وهو يعني يقول انظروا العلماء يجالسون أهل البدع، فهل تردون على العلماء أيضا؟ ويعني يقول كذا. طيب معلش، لسه برضه اصبروا عليه تاني ومزيد انصحوه، اما كان في فائده خلاص انصحوه. ان شاء الله، بارك الله فيك شيخنا. الله يحفظكم يا رب. شيخنا ممكن انشر الكلام؟ طبعا. بارك الله فيك شيخنا، حياكم الله شيخي. الله يحفظك، بارك الله. الله يحفظك، السلام عليكم. ان دعوة الاخلاق حودة، فهي منصورة. ابشر ابشر، والله لو كانت من وراء جدار